يا الله. ألو، تفضل. أنا نيرمين. كيف؟ ريهام غميانة؟ بأي مشفى هي؟ لو سمحتي بدي عزبك. بنتي ريهام كلاش جابوها لهون. وين نيرمين خانو؟ مرحبا نوران خانو. أهلين. طمنيني شو صاير مع ريهام؟ لا تخافي، بس وهي قاعدة بالصف غميت، كانت فتران الصبح الظاهر إنها جوعانة. صدقيني كل يوم الصبح من البيض للزيتون للجبنة للمربى كلهم بجهزون، بس اليوم الصبح أصريت عليها كتير بس ما قبلت تحط لقمة وحدة بتمها. ريهام بالغرفة والدكتور معه. بما أنه حضرتك إجيتي لهون صار لازم أرجع عدروسي. يسلموا حبيبتي، عزبناكي معنا كتير. هذا واجبنا. شكراً كتير إليك. يسلموا. عفواً دكتور، أنا أمّا لريهام. طمني كيف وضعها؟ شو رأيك نفوت على غرفتي؟ خوفتني والله. بنتي شبه دكتور. يا مدام بصراحة بنتك ما عندها أي مشاكل صحية بنوب. إيه شو صاير معها؟ يعني شبه هلأ. دكتور مانك شايف وضعنا؟ لو سمحت ممكن تقلنا فوراً شو صاير مع بنتي؟ الحقيقة هي حامل. فوتي لجوا، فوتي يلا. اصلا انا ماسكه حالي بالزور لحتى اوصل على البيت. فلتانه، شو عملتي وليك؟ شو عملتي؟ عملك شو عملتي؟ احكي شو عملتي؟ شو عملتي؟ قليله الادب. وحده واطيه، الله لا يوفقك. شو ناوية تفضحينا؟ والله رح موتك بين ايدي. ما رح ارضى عنك ابدا. انا امك ما رح ارضى عنك حتى تموت. خلص نيرمين، خلص اهدي. بدي موتها، بدي موتها. انا كل تعبي عليكي رح على الفاضي يا وسخه. رح تعبي كله على الفاضي، كله راح على الفاضي. لا تقولي امي ابدا، لا تقولي امي ابدا. انت ما عندك ام، انت موتيها. انت شو هذا اللي عملتي يا بنتي؟ شو هذا اللي عملتي يا بنتي؟ شو عملتي بحالك؟ فهميني. كنت بدك تدرسي وبدك تخلصي الجامعة ويصير عندك شغلك. شو عملتي؟ كنت بدك تلاقي الشخص المناسب وتطلع من بيتك عروس. ليش هيك عملتي؟ والله حرام عليكي، والله موتيني، والله موتيني. خلص. يا ريتني مت وما شفت هذا اليوم. خلص عمري، خلص اهدي. ليش هيك عم بيصير معي؟ كنت عم حاول على قد ما بقدر كون أم منيحة وربيكم. مين يلي داعي علي يا ربي؟ أولادي شو دخلهم؟ شو أنت مالك ذنب بنوب؟ عم أقول ما بدي أعترض على حكمه، بس موجوعة. كنت باني أحلام كبيرة عليكم. بنتي رح تتخرج ورح يصير عندها شغلة المنيح، تطلع مثل أبوها. تتعرف على شخص محترم وشوف أولادهم قدامي ويعيشوا حياة سعيدة.
أنا هيك فكرت، موحد بلا شرف. يا ربي دخيلك سامح بنتي على عملتها، وإذا بدك تعاقبها عاقبني بدالها، ونور لها دربها بنورك يا الله يا غفور. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.